السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من قناتكم خبراء اللغه الانجليزيه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الكميات والمعدودات والفرق ما بين ماتش وميني. تمام، درس النهارده مهم جدا، فياريت تخلوا بالكم معانا، وياريت لو جبت كراسه وقلم علشان تكتب النقط المهمه اللي في الدرس. قبل ما نبدا الفيديو بطلب منكم نعمل شير للقناة، لأن عدد المشاهدات بيقل جدا، واليوتيوب اللوغاريتم الجديدة بتاعته أو الخاصية الجديدة بتاعته إن البحث عاد قليل جدا على جوجل، ويوتيوب بتقل شوية في المشاهدات. ف يعني نرجو اشتراك في القناة، الناس اللي بتتفرج على الفيديو اشترك في القناة علشان يجيلك أحدث فيديوهات اللغة الإنجليزية. هنبتدي إن شاء الله بشرح الكميات والمعدودات. ما هي الأسماء المعدودة؟ أي اسم معدود هو أي اسم يمكن أن يكون له مفرد وجمع. يعني لو قلت مثلا إن بوي هو اسم مفرد وجمعه هو بويز بإضافة اس، يبقى ده بيسمى اسم معدود. ايضا الاسم المعدود في حالة المفرد بيقبل ايه وان، يعني اقول a boy او an apple. an apple تفاحة، شيل an واجمع apple بapples تبقى تفاح، يبقى ده اسم معدود. a boy ولد، شيل a واجمع boy بboys يبقى ده اسم معدود. ايضا هو الاسم المفرد الذي يمكن جمعه ونضع قبله a وan في المفرد، وتجمع الكلمات المفردة المعدودة بإضافة s أو es أو ies أو عن طريق الجمع الشاذ. تمام، مثال a boy تبقى boys، a box صندوق يبقى boxes هضيف es. تمام، an orange تبقى oranges، a party حفلة تبقى parties حفلات. وقد يكون للاسم جمع شاذ مثل a child طفل يبقى children، a man رجل يبقى men رجال. يمكن أن تصدق الكلمات أو التعبيرات الآتية الاسم المعدود في الجمع، يعني مثلا لو قلت some بعض، any أي، many تأتي قبل الاسم المعدود، a few وfew تأتي قبل الاسم المعدود، يبقى أي حاجة من دول تنفع قبل الاسم المعدود. وأيضا a lot of كثيرا من، a great number of عدد كبير من، a plenty of كثيرا من. مثال I'd like some magazines أود بعض المجلات. some هنا جت قبل كلمة magazines اللي هو اسم بيتعد. do you want any books هل تريد أي كتب؟ خلاص any تأتي قبل الاسم المعدود. أيضا there are a few apples in the fridge هناك بعض التفاحات في الثلاجة. طبعا a few معناها بعض، وهي تعتبر عكس لميني، ميني كثير للعدد، few بعض للعدد. أيضا ونسأل عن العدد ب how many معناها كم العدد. مثال how many books did you buy كم عدد الكتب التي اشتريتها. تمام كده، ندخل بقى على الأسماء غير المعدودة. الأسماء غير المعدودة هو اسم مفرد لا يمكن عده، خلاص، وهو بيدل على كمية، ولا يسبقه A وآن ولا نضيف له S، أي لا يجمع الاسم المفرد اللي بيدل على كمية، والكمية طبعا يصعب عدها، يعني مش تقدر تعد مثلا شجر السكر، ميلك اللبن وهكذا. امثال بريد خبز، تشيز جبن، شجر سكر، ميلك لبن، ووتر مياه، انك حبر، انفورميشن معلومات، بترول بترول، هوم وورك الواجب المنزلي، اند نيوز الاخبار. خلاص، يمكن ان تصدق الكلمات الاتيه الكميات سم بعض، any much كثيرا، a little قليلا، little قليلا، a great amount of
كميه كبيره من a lot of. يبقى اذا a lot of هنا بتنفع مع الكميه وكانت بتنفع مع العدد، و some مع الكميه والعدد، و any مع الكميه والعدد. ف some و any و a lot of مشتركين ما بين الكميه والعدد. a piece of قطعه من، a bit of قطعه من. خلاص زي ما تقول I'd like a piece of information، اريد معلومه او جزء من المعلومات. I'd like to drink some milk، اريد ان اشرب بعض اللبن. There is a little sugar، هناك فقط قليل من السكر. تمام، نسأل عن الكميات ب how much وليس how many. How much money do you want، كم كمية الأموال التي تحتاجها. هنا كلمة money لا تعد، ما تستغربش لأن money ككلمة لا تعد، إنما عايز تعد money هتعده بالأجزاء اللي هي الجنيه أو القرش، فالوحدة هي اللي بتعد وليست الكلمة. الكلمة إذا كانت نفسها لا تعد تعامل معاملة الكمية زي time الوقت، money المال. أما هتعدها بوحدات فأنت كده يعتبر جزأت الكمية إلى وحدات. خلاص، تعامل الكميات معاملة المفرد، يعني بقول information المعلومات، تاخد is all the information جميع المعلومات is true. خلاص، money plays المال يلعب an important role، هدف مهم او دور مهم in our life في حياتنا. طيب في بعض الكميات اخرها اس فتحس ان هي جمع ولكن هي كميه وتعامل معامله المفرد، زي ماث الرياضيات، فيزيكس الفيزياء، اثليتكس الالعاب الرياضيه، جيمناستكس الجمباز. طيب ازاي احول اسم ما بيتعدش الى اسم بيعد؟ محتاج قبليه وحده او تجزئه، زي items of أشياء من، bits of قطع من، pieces of قطع من، sheets of ألواح من، loaves of يعني رغيف من. خلاص، slice of يعني قطعة من. I'd like a piece of advice، أريد نصيحة. I'd like pieces of advice، أريد مجموعة نصائح. يبقى جمعت piece إلى pieces وأدفايس زي ما هي لأنها كمية. هناك أسماء يمكن أن تعد أو لا تعد حسب المعنى، زي light ضوء، إنما أقول a light يبقى لمبة، coffee بن، أما a coffee يعني فنجان من القهوة، iron حديد، an iron مكواة، experience خبرة، an experience موقف أو تجربة، hair شعر، a hair يعني شعرة. خلاص، مثال he drank a lot of milk. طب عايز احول ملك لحاجه بتتعد، احطها في كوبايات تبقى cups of milk، يبقى he drank many. شوف هنا بقى لاحظ many بدل much، many cups of milk عشان وجود كلمه cups. he gave me valuable advice، اعطاني نصيحه. طب عايزها بآ، يبقى he gave me a piece of a valuable advice. I bought a little glue، اشتريت قليل من الصمغ، يبقى I bought few tubes of glue. tubes هنا معناها أنابيب من الصمغ. ده كان شرح مبسط للفرق ما بين الكميات والمعدودات وميني وماتش. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب لقناتنا خبراء اللغة الإنجليزية. نشوفكم في حلقة أخرى من حلقاتنا، وأي طلب أو أي استفسار للدروس يرجى تركه في تعليق أسفل الفيديو. نشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم.